غادي نبداو بسم الله. غادي نصايبو وصفه ديال الدجاج، كيجي زوين بزاف هذا الدجاج، يعني كتخرجوا على المعتاد ديال الدجاج محمر ولا يعني في الكوكوت ولا شي حاجه ولا مريقه، هذا كيجي زوين بزاف. وغنعطيكم المرافقات ديالو، صدقوني كيجي واعر. هنايا خديت انا كيلو ديال الجنيوحات. غادي نحتاجو في المقادير، غادي نحتاجو العصير ديال الحمض ديال الخل، لا موطارد، هنايا بودره الثومه مع بودره البصله. ما كانش عندكم جوج دريسات ديال الثومه كافيين، هنايا واحد نص كاس ديال الدانون مسوس. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملحه والبزار السودانيه والخرقوم وسكينجبير وصلصه الصوجه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو، اقتصاديين بزاف وكيجي زوين، ما يمكنش تجربوه وما يعجبكمش. غادي نبداو بسم الله. غادي نديرو الملحه غير شي شويه حيت الصوجه مالحه ولا موطارد. غادي نديرو سكينجبير، الخرقوم، السودانيه، هذه اختياريه اللي كيبغي الحروب، البزار، بودره ديال الثومه مع بودره البصله. انا عندي هنا مجموعين مع الاعشاب المنسمه. كيف قلت لكم الا ما كانش عندكم ديروا جوج دريسات ديال الثومه وحكوا شويه ديال الزعتر كافي. دابا تاني حاجه غادي نصايبو واحد التحليه زوينه بزاف باوريو، كيجي كتجي زوينه واقتصاديه. عندي ما كنقلب لكم على الحاجه السهله، انا ما خديتش اوريو، خديت باش تكون اقتصاديه اكثر. هنا خديت هيل بديل ديالو ايو، ها هو شكون ما كيعرفوش درهم. وانتم درتو التحليه، انا هنايا خديت ربعه حيت باغا نديرها غير صغيره، ما بغيتش تبقى ليا كثيره. هنايا طحنتو مزيان، يعني ماشي طحون ملكوك، خليته هكا شي شويه مهرمش باش ما يجينيش ملغ. هنايا دوبت الزبده شويه ديال الزبده وغادي نخلط كلشي. هذه تحليه تاع يعني ديال اوريو كتجي زوينه بزاف، اللي ذاقها كيقولها دايرين يعني نتوما اوريو يعني الحقيقي. صافي كنخلط هكا كيكون فداك لينا. كتاخذوا اما هكا مول ديال الدجاج ولا المهم اي حاجه كتدخل للفران، حيت غادي ندخلوها للفران. صدقوني كتجي لذيذه بزاف. صافي ودابا غادي نديرو. انا علاش قللت بيمو حيت سمعتو حيت بغيت واحد الطبقه تكون رقيقه، وبغيت انا اصلا هاد الحلوى كلها هي تجيني طبقه رقيقه، ما بغيتهاش تجيني غليظه. غادي نجيب دابا واحد الكاس باش غادي نطبقها مزيان ونقاد ليها الصح. غادي نبقاو هكا كنطلقو بالكاس مزيان حتى تكون عندنا واحد الطبقة لي مستوية، باش منين نبغيو نهزوه ماشي يتفتت لينا ولا يدير لينا شي بيتيز. خصنا نتقنا داكشي لي كنديرو. كيف قلت لكم غادي يوجد في دقائق، والله العظيم الا في دقائق، يعني غنحيد هادي غادي نصايب معكم يعني لاباغي اللي غادي نخدموا بها بلا كريمه بلا بيض بلا والو، يعني جد اقتصاديه. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو نصايبو لاباغي ونحطو هادي دغيا في الكوك
كونجيلاتو دغيا تشد فراسها شي شويه على ما نوجدو لاباري. بالنسبه لاباري اللي غادي نخدمو بها غادي نحتاجو هنايا ثلاثة ديال دانون ديال الفاني، ضروري خصو يكون كريمي ماشي هذاك اللي فيه الماء. غادي ناخدو ثلاثة وغادي ناخدو هنايا 8 المعالق تاع يعني الحليب بودرة 8 مربعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية. كيف قلت لكم اقتصادية بزاف، ما كندوفها لا جيلاتين لا مايزينا لا مواد حافظة والو، يعني كل شيء فيها طبيعي. غادي ناخذ دابا واحد المعلقه ديال سنيده، بالنسبه لي كيبغي السكر بزاف ممكن يدي 3 المعالق 4 المعالق، انا غادي ندير معلقه واحده فقط، ما باغياش تجيني حلوه حيت اصلا يعني اوريو راه حلو الزفاره كما باش نزيدو شي حاجه اخرى. غادي نديرو هنايا واحد السكر فاني، صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا غادي نخلطو كلشي، ما كنزيدو لا حليب لا بيض لا الشوكولا وما كنزيدوش، هادي هي لاباغي اللي كنحتاجو. وكتجي بنينه بزاف بالمذاق تاع نيدو. كيف قلت لكم تحلية في 5 ديال الدقائق كتوجد، كنجيب لكم ديما الحاجه السهله اللي ما تاخذش لكم الوقت. صافي دابا غادي نجيب المول من الفريكو، غادي نمشي على الفران باش دغيا توجد وغادي ندير فوق منه هذا. انا هنايا خليت واحد شويه ديال الحبيبات، يعني قليل يعني هي حبيبات ديال اوريو، وهنايا زدتهم معاه باش يجينا داك ليفي ديال اوريو، يعني ديما كنلقاوهم مفرطت فيه بحال هكا باش تيجي يعني تزيين زوين وكنقدموا شي حاجه اللي هي متقونه. صافي كندير هاد لاباري بدون كريمه، ما فيهاش شي حاجه اللي كتاخذ الوقت ولا تاخذ الجهد ولا المصروف. كيشتو جاو دوك الفريتات زوينين بزاف يعني بحال تنشريو حلوه ديال اوريو من الزنقه. صافي دابا غادي نقاد السطح وندخلها للفران، نشعلو غير من الفوق، عندك تشعلو من تحت غادي يقصح لكم البسكوي، غادي نشعلوها من الفوق تقريبا المده، يعني كل وحده عارفه فرانها، غير هي ملي نقيسوها يعني ما تلصقش فينا، يعني ما هي تقصح ما هي تبقى خفيفه، المهم ملي نقيسوها ما تخمش لينا في يدينا. وغادي نخرجو ونخليوها تتبل ونقدم عليكم ان شاء الله. دابا غادي نصايبو دي كوكيز براونيز، كيجيو فنين بزاف، يعني من على برا مقرمشين ومن الداخل كيجيو معلكين بزاف، صدقوني كيجيو موالو يعني بحال كناكلو في يعني في شيفون دون شوكولا، فريمون وصفه ناجحه بزاف. هي هو يعني صايبو العبارات، يعني العبارات اللي كنقول هما اللي ديرو، ما تزيدوش ضروري خصو يكون عندكم الميزان. هنا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولاته الكحل، ضروري خصو يكون نوعيه جيده، يعني مثلا ماكا ولا اكبر، المهم نوعيه جيده باش يجي بالمذاق زوين. وغادي ناخذو 60 غرام ديال الزبده، هنا غادي الزبده روميه، غادي نديرو دابا في حمام مريم ونخليهم يذوبو. دابا ندوزو للمرحله الثانيه نصايبوها. من بعد ما خلينا الشوكولاته والزبده كيذوبوا، هنايا خديت جوج ديال البيضات ها هما، غادي ندير معاهم ثلاثه المعالق ديال سنيده وواحد الفاني وقبيصه ديال الملح، غادي نطربوهم مزيان. غادي نديروا شويه ديال الملح وغادي نديروا ثلاثه المعالق ديال السنيده، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يزيد. وغادي نبدا نطلب دابا كلشي، باش ندير لكم هذا الباتور قدامكم باش ما يجيكمش صداع، غادي نطلب كلشي حتى يرجع عندي بيض عاد نزيد واحد الفان. صافي دابا طلعنا البيض هنايا مزيان، شوفوا كيفاش تيولي اللون ديالو ابيض. هنايا خدينا 200 غرام ديال الدقيق، يعني هنا زليفه، وهنايا الشوكولات والزبده اللي ذوبنا خصنا ما نديروش، هو سخون حتى يدفى شي شويه عاد ديك الساعه نديروه باش ما يطيبش لينا البيض. غادي
غادي نزيدو الشوكولات على البيض. نبقاو مع التحريك المستمر حتى تيذوب لينا مزيان. طاب خير سخليكم يعني في قاع الاناء فاش خدامين، ولكن غير بقاو كتحركوا، ولا جيبوا سباتول ولا جيبوا طلاب ولا اللي عجبكم يعني طلاب يدوي. صافي دابا من بعد ما خلطات مزيان غادي نزيد 200 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخميره الماويه، معلقه صغيره بالضبط. غادي نزيد فاني، وغادي نخلطو دابا كنبقاو كنخلطو تقريبا شي جوج دقائق صافي، وكتقاد لينا كترجع بحال هكا. يعني دابا هكا ما يمكنش نكوضوها، يعني امبوسيبل ما يمكنش. صافي غادي دابا من بعد ما حركناها مزيان غادي نديرو عليها واحد السلوفان، وغادي ندخلوها للثلاجة مدة ديك الساعة 20 دقيقة حتى نقيسوها وما باقيش تلصق لينا في يدينا، ديك الساعة غادي نخدمو بها. صافي هنايا منين بعد ما كنخليها في الثلاجه تقريبا شي نص ساعه، المهم الا عندكم الوقت كثر خليوها، ملي كتجبدوها ما باقي كتلصق لا في اليد لا في والو. كنجبدها هكا كنقورها وكنهبطها تنهبطها شويه، كنديرها في واحد اللاطه اللي تتكون فرشه يعني بابي يكون مزيان باش ما تلصقش لكم ولا يكون مدهون. ها نتوما كيف ما تيبان لكم ما كتبقاش نهائيا يعني جاريه ولا خفيفه، دغيا كتكون قاصحه، وديك الساعه كتزينوها نتوما التزيين اللي نتوما باغيين. انا هنايا زينتها بزاف ديال الحوايج، مثلا هاد لي بيبيت دو شوكولا، زينتها بالحبيبات ديال الصابلي ديال بيستازي، زينتها باللوز ايفيلي، درت العقيق في الابيض، درت العقيق في الكحل، درت هادو اللي كيبان لكم الصفرين هادو دايرين بحال يا ربي شنو تيتسمى بحال حبيبات ديال الحامض، ودرت هادوك حبيبات ديال الفرامبواز. مهم انا نتوما التزيين كيبقى على حسب داكشي اللي باغيين، ديرو غير لي بيبيت دو شوكولا وخرجو من باب واسع. درت ثاني هاد العقيقات هادو صغيورين عامرين بالبسكوي، مهم بزاف. درت هاد العقيق الملون، يعني اي حاجه نتوما كتعجبكم. بالنسبه للكوكيز نسيت ما قلت لكمش، غادي تشعلوا الفران 180 درجه، غادي تشعلوه من الفوق هو الاول حتى يطقطق لكم حتى تفرقع، عاديك الساعه غادي تشعلوه لها من التحت، ما تفوتوش لا واحد 8 دقائق في الفران. واخا تقيسوها وتلقاوها باقي يعني خفيفه، غير خرجوها راه غادي تقصح اوتوماتيكمون، وديك الساعه غادي تقدموها. بالنسبه للبطاطا باش غادي نشرملوها، هنايا خديت واحد المعلقه، انا دايره شرموله مغربيه، دايره فيها القزبر ومعدنوس، دايره فيها الكرافس، دايره فيها بسيبي ساق عقله، مهم خبيهم في الثلاجه، دايره فيهم زويته بلديه، كنزيد عليهم وكندير غير الملحه والبزار والكمون، زويته بلديه، كتجي زوينه بزاف هاد الشرموله، غير جربوها. هادو هما الاطباق ديالنا كيف ما صايبت، درت معاهم شويه ديال الماطيشه، شويه ديال الزيتون الشرمل، الخس والروز مع ايبلي. كيف قلت لكم كيجي طبق متكامل زوين بزاف، فيه الخضار مشكل باللوينات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. وبالنسبه للروز راه قلت لكم غادي ندير ليه لاصوص ديال الدجاج، هي باش غادي نسقيه. بالنسبه للدجاج خليته تقريبا شي 3 سوايع ونص صافي، وديك درته فواحد لاطه ما مدهونه ما حتى حاجه ما كيلصقش، درت عليه زويته بلديه. غادي ندير عليه واحد بابي كويسون وندخلو للفران تقريبا ربع ساعه لدرجه 250 ضروري باش يجينا داك المذاق ديال الفومي فيه، وغادي نسقطو داك المرقه ديالو ونضبطو. ها
هادو هما الاطباق ديالنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون هنا عجبكم. هذا هو البلا ديالنا. هنايا شوفوا البطاطا كي جات تجي زوينه بزاف. هنايا سلقت الرز مع ابلي، سلقت الرز هو الاول، هاد دزت عليه ابلي حيت دغيا كيطيب، درتهم بجوج حيت باش يعطيني داك البيض والصفر، يعني كنبدل شي شويه يعني تنديروا اللوينات باش كيعطينا لونفي باش ناكلوه. ايوا هذا يعني صافي تقدمته هنايا مع ديسير. بالنسبه سميتو بالنسبه للتحليه ها هي كيفاش جات تجي زوينه بزاف، الدجاج حتى هو كيجي غزال. خليته حتى طاب وسقطت منو ديك المريقه ديالو، زدت عليها دانون مزوز وعطاتني هاد لاصوص. هاد لاصوص هي اللي غادي نسقي بها داك الرز اللي سلقت مع ابلي. هادو هما الاطباق ديالنا تاع اليوم. بالنسبه للتحليه جات اكثر من رائعه، جذبوها على حسابي، جات كتحمق كتحمق زوينه بزاف، بنينه بنينه بنينه. ايوا صافي، والكوكيز ديالنا براونيز كيجي فن معلك من الداخل، صدقوني غادي يعجبكم بزاف، غادي يعجبكم بزاف ويعجب وليداتكم. بالنسبه للفطور ديال الصباح ولا السحور راه زوين، غير جربوا على حسابي، كونوا على يقين ما غاديش ندموا عليه. صافي قدمتو مع عويصير، هذا هو كان النهار ديالنا. شكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعه ديالكم. متنساونيش من ابوني ولي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله فيديو جديد.